التوفيق لكابتن احمد فتحي خلال المرحله القادمه. يعني خلينا نتفق ان احمد فتحي قيمه كبيره كلاعب كوره وكادى النادي الاهلي وادى منتخب مصر كعطاء يعني. والنادي الاهلي دايما بيدور على مصلحته من وجهه نظره، واللاعب بيدور على مصلحته من وجهه نظره، لكن بيبقى فيه دايما عاطفه او اللاعب بيفكر في مستقبله والنادي بيفكر اكتر افاده من اللاعب. بزعل لما بلاقي حد زي احمد فتحي بقيمته وبتاريخه الكبير مع النادي الاهلي، يعني بيبقى نفسه الواحد يبطل في النادي الاهلي. يعني زي حسام غالي، زي عماد متعب، ادت النادي الاهلي كتير، بيصعب عليه ان هو يشوفه في نادي تاني. تبقى صعبه شويه. ده بالنسبه لك مهم جدا يعني ان طبعًا انت طبعا يعني انا على الرغم من ان انت مشيت من النادي الاهلي مثلا. انا مشيت لظروف تانية هنتكلم يعني طبعا يعني انا لو بلعب اساسي عمري ما همشي النادي الاهلي. يعني ما مش قصه بالنسبه لي كاحمد عادل، مش قصه فلوس او كده قد ما هي قصه ان انت بتشوف حياتك كلها في المكان ده، لكن كل واحد بتختلف ظروفه ومتطلباته من طبعًا شخص لاخر. طبعا فانا ما اقدرش ان انا يعني احكم على احمد فتحي من القرار ده. بالعكس، احمد فتحي قيمه كبيره وليه كل التقدير والاحترام يعني. طبعا احمد فتحي طبعا قيمه كبيره، وقعد فتره طويله جدا في النادي الاهلي، بطولات كثيره جدا واشياء كثيره جدا عملها داخل النادي الاهلي. برضو من ضمن الناس اللي انت عاشرتها في فترات طويله جدا برضو داخل النادي، حسام عاشور. حسام عاشور وقرار لجنه التخطيط مع المدير الفني بان حسام اخر سنه ليه السنه دي. هو حسام من اللعيبه ال 16 17 سنه داخل النادي الاهلي. دي حقيقه. يعني انا في دايما موقف بحضره مع حسام عاشور. حسام عاشور ده طبعا اخ ليا، وفعلا يعني من القلائل حضرتك لعبت معاه طبعا يا كابتن اسلام، وعارف شخصيته، من اطيب الناس ومن ارجل الناس، وعمره ما بيفكر في حاجه غير في مصلحه النادي الاهلي وفي كيانه. فبيحضرني موقف كده لحسام عاشور مره، كان يعني من حوالي 7-8 سنين كده، جاله عرض في السعوديه. كان بمبلغ كبير جدا. والله؟ انا فاكر والله الموقف ده، انا ساعتها كنت لسه صغير. كان مين المدير الفني لو تفتكر؟ بيتهيألي يا مانو الجوزية، كابتن حسام البدري تقريبا يعني. فساعتها انا كنت شايف، انا كنت لسه صغير وكده. كنت مرة مع الفريق الاول؟ لا كنت بلعب. تلعب كمان؟ يعني في تقريبا في 2012 2011 كده حاجه. جاله عقد كبير من السعوديه. انا فاكر الموقف ده والله، لان انا نفسي قلت لحسام عاشور ازاي ما تروحش وبتاع، صغير بقى. فهو كان عايز يروح، ودخل للجهاز الفني ودخل للاداره وقال لهم انا عايز امشي يعني وكده، واروح السعوديه، وده يعني ده بالنسبه لي تبقى حاجه فارقه في مستقبلي، ان انا خلاص بقى اعمل مستقبلي وكده. فالنادي الاهلي ساعتها قال له لا احنا محتاجينك، ومش هينفع تمشي الفتره دي، ما فيش غيرك، وانت من الاعمده الاساسيه في نص الملعب وبتاع. فحسام عاشور ساعتها خد قرار ان هو مش هيمشي، والنادي واخد قرار ان هو مش هيمشي عاشور، وهو راضي جدا بالقرار ولعب والموضوع مشي. انا ساعتها حتى استغربت يعني، انا ساعتها في الوقت ده قلت له انا لو مكانك لازم امشي احترف. يعني احتراف بره مصر، وفي نفس الوقت هاخد هامن مستقبلي خلاص بقى، يعني متهيألي السنتين اللي كنت العبهم في السعوديه دول خلاص هرجع بقى. فساعتها حسام عاشور رفض وتمسك ان هو يكمل مع النادي وكده، ما كانش عنده مشكله يعني. في ناس ممكن لو قعد بعد كده يبقى متضرر ومتضايق، لا ما كانش عنده الحته دي، وشال النادي بعد كده السنين كلها. كانت ظروف صعبه، خلي بالك الوقت ده تحديدا 2011 2012 كانت ظروف صعبه في مصر، كان بعد يعني. الثوره كمان، وكانت الدنيا صعبه، وكان في كل شويه يقول لك في كوره ما فيش كوره، وعوده الجماهير، فالدنيا كانت صعبه طبعا. فده موقف كل واحد زي ما انت بتقول على تفكيره يعني، او حبه او انتمائه. الانتماءات دي طبعا بتتغير من شخص لاخر يعني. طبعا طبعا، وكل واحد حسب تفكيره زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسلام. يعني انا بالنسبه لي عاشور دوت يعني من الناس اللي فعلا يتعمل لها تمثال جوه النادي الاهلي. في اخلاقه، وفي انتمائه للنادي، وفي حبه للنادي، وفنيا كمان من طبعًا اعلى اللعيبه اللي جت في نص الملعب في تاريخ مصر فنيا. فلا تتمنى ان هو ياخد قرار بان هو يبطل في لا ما اقدرش بقى. بص يا كابتن، انا الحته دي برافو عليك، برافو عليك، ما اقدرش ان انا اتدخل في قراره، لان زي ما قلت لك هو الوحيد اللي بيتحمل مسؤوليه قراره. هو ممكن يكون شايف ان هو يامن مستقبله يلعب سنه او سنتين بره النادي الاهلي ماديا مثلا هيستفاد اكتر، ممكن يقول لك لا انا هستفاد في وجودي في النادي الاهلي ككارير بعد الكوره. فكل واحد هو الوحيد اللي يقدر يقول انا هبقى فين. ولازم عاشور، انا نصيحتي ليه ان هو يبص، ما يبصش تحت رجله السنه دي والسنه الجايه، لا يبص بعد سنتين ثلاثه، كده كده كلنا هنبطل.
يعني ما فيش حد بيستمر في الكوره يعني كابتن ابو تريكه، كابتن وائل جمعه، كابتن اسلام، كابتن بركات، كل الناس بطلت. ايوه. فهيجي وقت عليك هتبطل، فانت لازم تفكر انت بعد ما تبطل هيبقى موقفك ازاي. يعني انا اقصد كابتن اسلام اقول لك حاجه، انا مشيت من الاهلي بقالي سنتين وبلعب في مصر المقاصه. فعلا والله العظيم انا بشوف حب جمهور الاهلي في 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 ليا في الشارع وفي في اي مكان، بشوفه بطريقه غير طبيعيه. انا يعني بحس ان انا لسه في النادي الاهلي والله العظيم. وانا بقالي سنتين سايب النادي الاهلي، فبصراحه لا سنتين والسنتين عملت فيهم ماتشات ضد النادي الاهلي يعني بسم الله ما شاء الله، دي حاجه ودي حاجه طبعا، لكن في النهايه لازم تشوف شغلك ولازم تبقى متالق مع الفريق اللي انت بتلعب فيه. وبشوف كده يعني الناس تقول لك ايه احمد عادل يبقى متالق بس الاهلي يكسب. يعني هم حابين ان انا ابقى كويس وحابين ان انا متالق واعمل ماتشات جامده قدام النادي، ما عندهمش مشكله ان اعمل ماتشات جامده قدام النادي الاهلي. لكن طبعا حب النادي الاهلي حاجه ثانيه عندهم. طبعا. فدي حاجه بتفرحني لما بشوف حب النادي الاهلي وجمهوره فيا يعني. وانا الحقيقه دايما متابعك على الانستجرام وعلى التويتر وعلى الفيسبوك، دايما بلاقيك حتى بتيجي تغني على مع النادي الاهلي في المباريات النهائيه مثلا، لما النادي الاهلي بيوصل للمباريات النهائيه بتغني اغنيه النادي الاهلي وبتحب النادي الاهلي، والناس الحقيقه بتبقى متابعاك بدرجه كبيره جدا. بس خلي بالك انا ما بعملش الحاجه دي غير في البطولات القاريه. ايوه ما انا عشان يعني كده قلت لان دلوقتي خلاص النادي الاهلي بيلعب باسم منتخب مصر. صح. وانا راجل بيلعب في مصر المقاصه، فلازم يبقى برده الواحد عنده الوعي ده. طبعا. فلا بحب انا بشجع النادي الاهلي، انا راجل اهلاوي. مش هضحك على بعض، انا لما قعدت اول يوم مع سياده الاهلي محمد عبد السلام في رئيس نادي مصر المقاصه قلت له انا جاي هنا عشان العب، انا عطشان لعب ونفسي العب وجعان لعب وكل حاجه. بس يوم ما النادي الاهلي يطلبني يا سياده اللواء خلاص الموضوع بالنسبه لي مش قرار، يعني ما تجيش تسالني فيه، ده قرار ده بالنسبه لي موضوع منتهي يعني خلاص، حاجه تانية خلاص. فده حتى من اول يوم رحت في مصر المقاصه كنت متكلم مع سياده اللي هو رئيس النادي على الكلام دوت. بالنسبه لي النادي الاهلي حاجه تانية، فهم عارفين ان انا راجل اهلاوي مش هضحك عليهم. حتى لما يعني في اعلامي يعني وخبط فيا الفتره اللي فاتت كده عشان خاطر كان سؤال، كنت في برنامج مع عمر ربيع ياسين وبيسالني سؤال بيقول لي انت جالك عرض من الزمالك اول السنه وبتاع، فقلت له جالي عرض وبتاع، والموضوع بالنسبه لي يعني الموضوع المفاوضات فشلت وكده لان انا ما كنتش يعني حابب، صعب عليا مش حابب طبعا، نادي الزمالك نادي محترم واي حد يتمنى يلعب في نادي الزمالك نادي كبير، لكن انا بالنسبه لي كان صعب القرار اخده، لا مستحيل يا صعب عليا تقيل، انا حسيت ان انا ضاع كل اللي انا عملته في حياتي. فصعب. فهو طلع هاجمني الاعلامي ده، فانا استغربت يعني، انا من نادي الزمالك انا بتكلم باحترام وبادب، فلقيته ما غلطتش في نادي الزمالك طبعا. لا طبعا نادي محترم وكل حاجه، لكن دي وجعه حصلت، نادي الزمالك كلمني اول السنه فدي حاجه حصلت، هو طلع بقى كدب وبتاع، مش مشكلته. لا ما فيش مشكله، ده بيحصل كتير جدا.